اكتملنا كلنا اللي اتمناكم على ان تتأكدوا انه وصل لمستحقين. انا متأكد بنسبة 100% انكم ستكونون قدر هذه المسؤولية وستؤدونها على خير ما يرام وما يراد. سبب واحد، لا اعتقد باي شكل من الاشكال ان اي حد من الحضور او اللي مش حاضرين معانا عنده استعداد ان هو يجد ان هذه الاعانة التي تدفع تمنها الدولة النهاردة المستحقين وصلوا 2 مليون انها تصل لواحد غير مستحق. اقسم بالله العظيم، 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 ان اعمل جاهدا، ان اعمل جاهدا مع زملائي، مع زملائي، على التحقق، على التحقق من وصول، من وصول دعم تكافل وكرامة، دعم تكافل وكرامة للفقراء، للفقراء وكبار السن، وكبار السن، وذوي الإعاقة، وذوي الإعاقة، والأيتام، والأيتام، وأن أتحرى في عملي، وأن أتحرى في عملي العدل والنزاهة، العدل والنزاهة، وأن يكون عملي، وأن يكون عملي خالصا، خالصا لوجه الله، لوجه الله، والمجتمع، والمجتمع، والوطن، والوطن، وألا أفشي أسرار عمل اللجان، وألا أفشي أسرار عمل اللجان المساءلة المجتمعية، المساءلة الاجتماعية، والله على ما أقول شهيد، والله على ما أقول شهيد. شكرا لكم جميعا.